هيئة الشارقة للأثر، وبعد إعلانها عن عدد من الاكتشافات الأثرية، أنجزت عملية ترميم وصيانة قطع أثرية بينها مجموعة من السيوف الحديدية التي تعد أندر المجاميع المكتشفة في مليحة، وتعود لفترة القرن الثالث إلى القرن الأول قبل الميلاد. تصميم بعضها يشبه السيوف الرومانية والأخرى الإغريقية مع خناجر كبيرة. وضمن القطع المكتشفة تمثال برونزي يمثل مخلوقاً أسطورياً يعود لزمن الإمبراطورية الرومانية. تتمثل أهمية التمثال البرونزي المكتشف مؤخراً في منطقة مليحة الأثرية في أن التمثال يمثل كائن أسطوري. هذا الكائن يعتقد أنه كان يمثل وسيط في تلك الفترة ما بين البشر وما بين الآلهة. نحن نتحدث عن فترة القرن الخامس قبل الميلاد. التمثال يعتبر أسطوري لأنه كان يمثل عدة مخلوقات في تمثال واحد. الهيئة أنجزت كذلك دراسة مجموعة من العملات الإسلامية العباسية التي عثر عليها في المنطقة الوسطى من الشارقة، وتعد هذه العملات من الإصدارات الأولى، وتحمل أسماء خمسة من خلفاء ذلك العصر. وهذه المجموعة تمثل إضافة مهمة وسداً لثغرة بينة في السجل الأثري والتاريخي للإمارات. الكنز العباسي الذي عثر عليه مؤخراً في المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة يؤكد على وجود النفوذ العباسي في الفترة العباسية المبكرة من 132 هجرياً إلى 218. تم العثور على عدد 14 عملة تعود إلى 6 خلفاء من خلفاء الفترة العباسية الأولى. تم العثور على العملات في جرة مزججة باللون الأبيض. الباحثون أكدوا أن هذه الاكتشافات تؤرخ لمرحلة زمنية مهمة من تاريخ المنطقة، وإلى النشاط التجاري الذي لعبته في التجارة الدولية باعتبارها مركزا تجاريا كبيرا في ذاك الوقت، ومسلكا لمرور القوافل بين المنطقة والإمبراطوريات القديمة. اكتشافات تعزز موقع الشارقة على خارطة الآثار العالمية، مؤكدة دور المنطقة ومكانتها التاريخية منذ آلاف السنين كنقطة تواصل بين حضارات العالم القديم. لمركز أخبار قنوات أبو ظبي، أحمد الطنيجي، الشارقة.